السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم راح أتكلم عن هل أنا إذا ألعب جيم أحتاج راوتر جيمينج أو لا. زين، نفس ما قلنا، إحنا راوترات الـ AX أو الـ Wi-Fi 6 أو الـ Wi-Fi 6 يعتبرون من أحسن راوترات بالتعامل مع الأجهزة، أكثر من جهاز. خلينا نقول هو 8 أجهزة وفوق، 8 أجهزة، الأوامر، السرعة اللي فيهم، كل الشغلات هذه مهمة وممتازة بالجهاز وقاعد يستقبلهم. بس السؤال أو الشغلة اللي قاعد أشوفه وايد قاعد تكرر معي، أو وايد ناس قاعد يسألوني عنها، خصوصا اللي يشترون اسوس راوتر الجيم. يشتري راوتر الجيم، يشتري راوتر اسوس، ويقول علي تقدر تبرمج لي اياه؟ علي ابي استخدمه كجيم وعندي مشاكل فيه. احد المشاكل اللي هم بعد تكون فيه مثلا اللي هو السرعة، ما قاعد تعدل. يقول علي السرعة الجهاز الرئيسي قاعد يعطيني 600 700، احط الراوتر الجيم ما قاعد يعطيه حتى 150، شو السالفه؟ وايرلس بالكيبل او بالكيبل او يعني واحده منهم. زين، اختصرها لك، انت تحب تسوق سياره غير عادي ولا تحب تسوق سياره اوتوماتيك؟ اوكي، برو جيمنج يعني انت راعي تلغيم ومواتر وعقولاتهم شغلات هذه، نفس الشيء. زين، اللي راعي مواتر شو يسوي؟ ما يكتفي بالموتر، ياخذ سيارة اجر عادي ويبلش يغير وسوالف هذي، ويحط له ويغير فيه ويعدل فيه غاز وسوالف هذي. نفس الشيء الاسوس والنت جير اللي هو اكس ار 700 اللي فيه نت دوما، هذيلي برو جيمنج، يعني مو نفس اللي انا كنت جايبه اللي هو التي بي لينك اي اكس 11000 اللي هو مال الجيم. ذاك مال الجيم بس مو برو جيمنج نفس هذيلي. شلون يعني؟ شو الفرق؟ الفرق يا محفوظ السلامة ان هذاك والباجي اللي انا قاعد اعرضهم او الشغلات اللي انا قاعد اسويهم، انا بس ابرمجه اخليه يصير لك اونلاين، يعطيك الانترنت بالضبط، يعطيك السرعة نفس ما هي، واوتوماتيك من نفسه قاعد يعطيك. زين، شو اللي يفرق معاي؟ الاسوس انت لازم تبرمجه، تقول له في شيء اسمه باندوث، يعني السرعة، انت تقول له انا ابي هالكثر سرعة بالكيبل، هالكثر ابيها بالوايرلس الفلاني، هالكثر ابيها باليوزر نيم الفلاني، هالكثر ابيها حق القست. يعني كل شيء تبي لازم تغير دنده، تك 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 تك، مثل السيارات نفسها. هم بعد الندومة، ندومة تقول له مثلا، طبعا هم سمعت وايد من الجيمر يلعبون جيم يستخدمون اللي هو اكس نت جير اكس ار 700، يقولون طبعا على حسب كلامهم انه افضل شيء، واكيد هم انا احترم رايهم لان هم يلعبون جيم ويستخدمونه وتجربه بعد. يعني خلنا من نظري، انا قاعد اشوف اللي يجرب، انا عندي اللي يجرب احسن من اللي يدرس بس، ادرس وتجرب، اما تدرس بس لا. فاللي يسوونه يقول لك مثلا انا ابي العب على اللي هو الدومين معين اللي يكون في عندي، او سيرفرات معينه تكون بس 50 البنج ماله 50. زين، اذا ما حصلت بنج 50 خلاص ما اضل احوس بمكاني لما احصل، ما حصلت ما راح العب. هذه شغله. ثاني شغله، ممكن انت قاعد تشوف على نتفليكس، البنج بنتفليكس هالمره عالي. طبعا هي البنج مو بس على اللعب، على اليوتيوب، على نتفليكس، على كل شيء، كل شيء بنج. يعني هو البنج معناته شنو؟ عمليه وصول المعلومه. كان البنج بنتفليكس عالي، لا ما راح اشبك لك عليه. ليش؟ لان انت قايل لها بنجات كذي، فلازم تغير كل شيء. صار يعني كل شيء تبي تسويه اول شيء تدش على الراوتر تعدل، بعدين تنطلق تعدل الجير، تعدل الدهن، سوالف هذه قبل لا تنطلق، لان لما تستن تستن وراح يسوي لك عمليه حسابيه مو شويه، راح يعني بوعد راح نجهد ويسوي لك اياها. زين، الصف الثاني اللي هو الراوترات، يعني قاعد احط عن دعايات او قاعد اسويهم او قاعد اتكلم عنهم، جيمنج صح، حق الجيم ممتازين، حق الفيديو ممتازين، حق ال 4K ممتازين، 8K ممتازين. بس انه شنو؟ انه مثلا والله انا بفتح بورت واسكر بورت، لا ما فيهم. هذه يمكن بس موجوده بالنت جير، بالتيبي لينك، سوري تيبي لينك اكس ار اكس سوري دشيت بالاكس ار تيبي لينك اي اكس 11000، ومو وايد، محدود شوي، لان تيبي لينك مو شركه راوترات، مو صار يعني صار 10 سنين مو اكثر. ثاني شغله، مو مال جيم، بس هو جهاز جيم قوي، عرفت؟ فجهاز حق الجيم وايد ممتاز، هو على الاي اكس حتى النت جير قوايه. زين، شو الفرق؟ ليش عندي نت جير اغلى من الباجي؟
ليش ناس دائما يقولوا نت جير علي غالي؟ زين انا اقول لك ليش. نت جير اولا شركه من زمان موجوده اكثر من 50 سنه. ثاني شغله، نت جير لما يسوي لك راوتر، يسوي لك راوتر، ما يسوي لك بس جيم، ما يسوي لك بس حق فيديو حق، لا كل شيء. سكيورتي ماله عالي، نفس الشيء تستخدم حق جيم، نفس الوقت تستخدم حق الفيديو، نفس الوقت تستخدمه حق ستريمينج، نفس الوقت تستخدم حق يعني كل الاوامر بنفس اللحظه. نفس الوقت هم بعد لما يكون موصل فيه مثلا اليو اس بي درايف باعلى سرعه، يعني كله روتينج كامل، يعني عمليه وصول المعلومه بشكل كامل حق كل شيء. بس كذي يكون شوي غالي. زين التي بي لينك من الاجهزه اللي خصوصا مع الاي مع الاكس الاي اكس الواي فاي 6، كانت من اول الشركات اللي نزلت، من اول الشركات اللي تحدث، وبالعكس من احسن اجهزه. طبعا اتوقع كل اللي عندهم الاجهزه عارفين الموضوع، وعارفين ما شاء الله عندهم وايد ممتاز. فهذا اللي قاعد يصير، وانا طبعا احد الاشخاص اللي عندي ممتاز شيء ما تتصورونه. زين ونتقدر نفس الشيء، بس نتقدر يعني يقولك يعطيك شغلات احسن. فنصيحتي لكم، ونختصر الكلام اللي قلناه مدة 6 دقائق اللي كنت قاعد اتكلم فيه، اذا انت لك خلق تسوق سيارة غير عادي، ادري انت تحب سيارة، تحب سيارات، تحب المواتر، بس لك خلق انك تسوق سيارة غير عادي وتعدل وتغير كل شوي، روح حق برو جيمنج. انت لا والله تحب المواتر، زين اشتلك فراري، ريح نفسك، ملقمة وخالصة مضبطة، ما يحتاج تعدل فيها شيء، لو حتى غير ما فيها تبتونك، عرفت؟ فهذا بالاختصار. يعطيكم العافية وسامحنا على التأخير.